يا مساء الخير يا رجالة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ والله زمان، والله زمان على ان احنا نركب الهوندا هورنت. يا الله، موتوسيكل ده يا جدعان انا امتلكته سنتين ونص، واحد من اول الموتوسيكلات اليابانية اللي ركبتها في حياتي واللي حببتني في السفر. زوروني على المكان، متوسخ شوية بس والله جمال. هنطلع بيه وعليه جاكمان ام 4. طرب طرب، نطلع النهارده شويه ننجوي وقتنا. فانت لو معاك وقت عايز تنجوي الوقت بتاعك، تعال اطلع معايا وهقول لك على حاجه احتمال في يوم من الايام تحصل لك، وهي حصلت لي دلوقتي. والسبب الرئيسي ان تخليني ابيع الموتوسيكل بتاعي. سيد اللي ما شافش الفلوج اللي فات عشان يفهم الفلوج ده، في فلوج فوق هيظهر لكم هنا، روحوا شوفوا الفكره وتعالوا على طول كملوا هنا. شوف شوف شوف، اسمع اسمع اسمع. الله الله يا سيدي على M4. ها الله 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 على الجمال. طيب يا عم هيثم، قول لي انت ليه غيرت الموتوسيكل بتاعك؟ بص يا جماعه، انا بسمي حاجه اللي حصلت لي اسمها متلازمه اليوتيوبر والزهق. ايه اللي حصل يا عم هيثم؟ طبعا يا سلام على الطرب، يا سلام يا سلام، اديني ادرينالين يا سيدي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي، ما احنا طالعين معاك تتفسحوا وتسمعوا الطرب ده. طيب، متلازمه الزهق دي هي انك انت تمسك موتوسيكل زي الهوندا انت تعمل بيه كل حاجه، يعني سافرت بيه اكتر من 10,000 كيلومتر منها دولي، جربت كل حاجة حلوة فيه، متعته ورفاهيته وراحته والسماعات اللي فيه وتشغل نفسك فيه وكل حاجة، بيبقى عندك شغف انك تجرب تاني وتالت وموتوسيكلات تاني وتالت. ده اللي حصل لي فخلاني ابيع الموتوسيكل. تاني حاجة هي ان انا نفسي اجرب موتوسيكلات جديدة عشانكم يا جدعان. انا عايز اعمل لكم محتوى جامد جدا وجرب لكم زي الهورنت وغيره، واحيانا ده من كتر ما انا زهقت ان يبقى فيه مستهلك يقدر يسيب لك الموتوسيكل بالشهور او بالاسابيع عشان تجربه صح. فانا قررت ان انا ممكن اشتري الموتوسيكل عادي، اخليه معايا اسبوعين ثلاثه وابيعه بسعر حتى مخفض شويه عشان يطلع بسرعه المشاهد يستفيد وانا استفيد ان انا عملت الريفيو، وزي الفل كده كلنا استفدنا وانتوا خدتوا خبره عشان حد عايز يشتري حاجه زي كده. ففي الهدفين دول، الموتوسيكل بقى وانا بجرب موتوسيكلات، في واحد فيهم ممكن يبقى هو ده اللي يخطف قلبي يقعد معايا. يعني انا دلوقتي مخطوف قلبي بالاربعة ستندر والطرب ده، يعني فاعتقد ده طرب يخطف قلب اي حد يعني. فبصراحة انا عرضت الموتوسيكل بعد ما يعني عرضته على اوليكس كده، ناس كتير جدا شافته، وبعد كده لقى واحد يشتريه واهلا وسهلا وغيره، وطلع صراحة رجل محترم ومتابعيني، اهلا وسهلا ابو حميد، ابو حميد ايه الاخبار؟ والحمد لله اخذ الموتوسيكل، ربنا يديله خيره ويكفيه شره ان شاء الله. العسل اللي بنجربه ده دلوقتي هنقف في بنزينه ونقول لكم تفاصيله ونقول لكم الاخبار. طيب، الهورنت الجميل اللي قدامنا ده هورنت 2008 اي بي اس. الموتوسيكل ده معروض للبيع وسعره حلو جدا جدا جدا، فلو بتفكر فيه واحد من احلى الالوان واحلى الموتوسيكلات اللي تركب. وده اللي مخليني النهارده لما رجعت اجرب الاربعه سلندر دب جوه قلبي الحياة تاني بتاعت الشقاوة. والإكزوست ده، تعرفين أنا من الناس بحبش الإكزوست، بس يعني ممكن أجربه ساعة ساعتين، بس أنا بحبش الإزعاج يعني. ونظبط له كرسي بتاعه وحالته بسم الله ما شاء الله. أصلا هوندا الفرامل الذهبي مع المساعدين الذهبي مع الكليبر مع الجسر الفرامل الذهبي، انتوا مش هقول لكم حلوين، انتوا قولوا لي رايكم، حطوا لي في الكومنتات تحت قولوا لي شكل الهورنت بالنسبه لكم ايه، حلو ولا لا. يعني موتوسيكل سريع جوه البلد تمام، اعتمادي جدا يعني. هو بس مشكلته اماكن التخزين، وكمان بيتعمل له هنا اصلا ثلاث شنط راك وتحط يا عم اماكن التخزين، يبقى كده شكرا شكرا كده جدا. بص يا جماعه، هو في الاول وفي الاخر يعني كل بدايه وليها نهايه، والنهايه هي بدايه لشيء اخر جديد. فايه رايكم في الخطه الجديده والخريطه الجديده لتجربه الموتوسيكلات؟ قولوا لنا ارائكم، ان احنا بدعمكم بنكمل. والله انا يعني على قد ما كنت متاخر في المحتوى الايام اللي فاتت، بس كنت بجد مستني دعم حد يقول لي كمل يا هيثم، يلا يا هيثم انا معاك يعني. فدعمونا بلايكاتكم وسبسكرايب وشير الفيديو ده عشان نقدم دايما محتوى حلو جدا يفيدكم. شكرا، نتعلم الفلوج ده يا جماعة. السلام عليكم.